قليله جدا باذن الله هيحصل حدث خطير جدا في عالم الشباب، حدث مهم جدا بالنسبه لكتير جدا من الشباب. احمر كوكب في العالم كله وفي الكون كله، بعد ايام كل حاجه لونها احمر هتغلى. دم المسلم هو اللي هيرخص بعد ايام نتيجة المعاصي اللي المسلمين هيعملوها وشباب المسلمين هيعملوها بعد ايام فيروس خطير جدا هيكتسح جسد الامة. فيروس ايه؟ فيروس الايدز، اخطر الايدز، اخطر من الايدز كمان، اخطر من الايبولا اللي بتسيح الجسد البشري، اخطر من الكوليرا اللي موتت نص اوروبا في لما اجتاحتها من مئات السنين. الاماكن حدث عيد الفالنتاين العالمي، عيد الحب العالمي. Thank you.